للسيد محمد بن عيسى رئيس بلدية أصيلة، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، أتقدم بجميل التحية ووافر الشكر إلى السيدات والسادة المشاركين في ندوة العرب غدا، التوقعات والمآل التي نختتم بها فعاليات الدورة 29 لجامعة المعتمد بن عباد الصيفية. أعرب عن صادق الامتنان للضيوف الذين يشرفون موسم أصيلة للمرة الأولى على تلطفهم بتلبية دعوتنا وعلى تحملهم مشاق السفر وقطع عطلاتهم وراحتهم المستحقة. ونحن نلتقي هنا اليوم في أصيلة تحتفي بلادنا المملكة المغربية بذكرى ثورة الملك والشعب، التي تعتبر محطة مفصلية على طريق كفاح الملك والشعب من أجل تحرير الأرض والإنسان. كانت مناسبة أكد فيها المغاربة في مثل هذا اليوم من العام 1953 التحامهم بملكهم الشرعي جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، وتعبئتهم من أجل فرض عودته إلى عرشه ووطنه واستعادة استقلال بلادهم وحريتهم. ذكرى ثورة الملك والشعب بعد مرور 61 سنة نستحضر فيها كذلك وبقوة واحدة من معضلات الحكم في بلاد الحراك العربي، ألا وهي الشرعية التي تلحم مؤسسة الحكم لمطالب الشعب المشروعة. حضرات السيدات والسادة، العرب غدا جملة تتسم بسيولة المعنى، حمولة أوجه مختلفة. هي سؤال إشكالي فيه جانب يبعث على القلق والمخاوف في النفس من مصير غامض يتهدد أمة تتقاذفها العواصف الهوجاء وتجهل طبيعة ما ينتظرها من مآلات ومصائر. الحال الراهنة التي باتت عليها وما يندلع فيها من حروب أهلية ونزاعات طائفية ومذهبية وما استتبع ذلك من تمزق في نسيج دول وشرخ عميق في بنيانها وكيانها، كلها مقدمات ترسم في الأفق غدا خاتما للأسف الشديد. ليس من عادتنا في مواسم أصيلة إحاطة القضايا المعروضة للنقاش بسياجات صارمة تحدد مسار الندوات وتدفع بها نحو خلاصات ونتائج معروفة سلفا. نحبذ الحوار المتعدد واختبار الباحثين لكل المداخل الممكنة لمقاربة الإشكاليات القائمة أو المتوقعة. وفي هذا السياق فإن محاور الموضوع الأربعة المقترحة وهي بعدد جلسات الندوة هي مقدمة على سبيل الاستئناس ورغبة في لم أطراف موضوع شاسع متداخل العناصر والعوامل الفاعلة فيه، ولذلك فقد صيغت تلك المحاور في شكل أسئلة بغاية إذكاء جدوة نقاش خصب بينكم يفسح المجال أمام تصورات ووجهات نظر يغني بعضها البعض وتصب جميعها في مجرى فكري يؤهل النخب لأدوار طلائعية. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، لا أستطيع بل لا أود رسم لوحة جامعة للعالم العربي في زمننا الحالي، فكل يوم
يحمل مفاجآت مباغتة بل صاعقة تطفح على السطح دون مقدمات متزامنة أو بصورة عشوائية. بات لكل يوم خصوصيات ميلودرامية إذا جاز التعبير، مقاومة بطولية في غزة ورفع الحصار وصد عدوان المحتل الإسرائيلي وجز للرقاب والأعناق في العراق وسوريا وتفتت لكيان الدولة في ليبيا واشتباكات مسلحة دائمة في اليمن وتوالي التوقعات المخيفة في أجزاء أخرى من العالم العربي. ليست التحديات والمصاعب التي تواجهها أغلبية الأقطار العربية من صنع الخارج وحده، غير أن التدخل الأجنبي ما زال حاضرا بأقنعة جديدة، لم يعد محصورا أو مقصورا على القوى الغربية التقليدية، بل فتح سهية أطماع إقليمية جوار العرب تلتقي مصالحها في كثير من الأحيان مع المطامع الأجنبية البعيدة جغرافيا. هذه الحقيقة لا تغيب عن أذهاننا حقيقة أخرى، لأن غول عدم الاستقرار نابع من داخل الأوطان نفسها، بل هو أشد خطرا من العوامل الخارجية، كونه اتخذ أشكالا مدمرة في عدد من البلدان وما زال مشرعا على سيناريوهات كارثية. انهار ما كان يسمى مجازا النظام العربي الجديد قبل أن يستقيم على قدميه ويعطي بعض ثماره. كلمة العرب متفرقة لدرجة التشتت والحرب البينية، والبيت المشترك جامعة الدول العربية اهتزت أركانه وأصابه وهن شديد، فعجز حتى عن الأدوار التقليدية في لم الشمل وتنسيق المواقف وبذل المساعي الأخوية الحميدة. فما بالك بحشد الجهود وتكامل الاستراتيجيات لمواجهة المخاطر الخارجية المهددة للأمن القومي العربي وضمان الاستقرار وشيوع الطمأنينة بين السكان. حضرات السيدات والسادة، تقضي الموضوعية أن نسجل أن العالم العربي رغم الإكراهات التي أتينا على ذكر بعضها ليس موحدا في المحن. أجزاء منه تعرف حراكا وجددية اجتماعية وزخما سياسيا. لم يعد كثير من العرب صامتين مستكينين مستسلمين لأوضاعهم، بل انتفضوا عليها سعين إلى حياة أفضل بأساليب متفاوتة تبعا لخصوصيات كل مجتمع. غير أن الحكام العرب تباينت ردود فعلهم حيال حراك الشارع بين لا مبالاة عكست انعدام الرؤية وتجاهل ما يعتمد في الواقع، ما أدى إلى مواجهات أطاحت بأنظمة وأدخلت البلاد في خضم أزمات عنيفة مستعصية تهدد الكيانات في وجودها، فيما اتسمت معالجات دول عربية أخرى بالحكمة والتبصر والإصغاء لتطلعات الشعب المشروعة. ففي بلادي المملكة المغربية بادر عاهلنا جلالة الملك محمد السادس بالاستجابة لمطالب شعبه وطرح برنامجا للإصلاح تفاعلت معه بحماسة وقوة الأحزاب السياسية والفاعلون الاجتماعيون والنخب، وانخرط المغرب بذلك في معالجة وتدبير عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتشاور مع مختلف المنظمات والهيئات في المجتمع، مما حقق للمغرب مسيرة إصلاحية بقيادة جلالة الملك طالت مختلف المؤسسات الدستورية والبنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهيكلة للدولة، وحققت ما ينعم به المغرب راهنا من استقرار ودينامية
وسلم اجتماعي ملموس. صحيح أن كلفة التغيير في عدد من الدول العربية التي ذاقت مرارة أو حلاوة الربيع العربي كانت باهظة ومرتفعة، بل لا تتناسب فيها الخصائر الفادحة مع النتائج المحققة. إنها الضريبة العكسية التي تؤديها الأمم في مسارها الانتقال الحرج من طول إلى آخر. لكني لا أريد أن أختم هذه الكلمة دون أن أشير إلى أن ما يقلقنا جميعا في العالم العربي ليس الحراك السياسي الصاخب ونتائجه العكسية أو المؤشرات الاقتصادية السلبية وبرامج التنمية المتعثرة، فهذه عثرات يمكن تجاوزها، غير أن الأشد إقلاقا هو الغياب المخيف لغالبية النخب وصمتهم الغريب وانسحابهم من ساحة الفعل تاركين المجال لهتافات الشارع وهدير الميادين وانتشار الفكر الخرافي المتطرف. والمقلق أكثر هو تناسل حركات وتنظيمات متشددة تقحم الدين الإسلامي الحنيف في أجندات سياسية غامضة، يحاول بعضها إعادة المواطنة والمواطن العربي إلى أزمنة ساد فيها الاستبداد والتخلف والانغلاق. أملي أن تكون هذه الندوة منطلقا لاستشراف بدائل للتعاطي مع الواقع العربي المتحرك، وأن يسفر هذا اللقاء على بلورة رؤى جديدة يستعين بها صناع القرار لرسم خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف من شأنها إيقاف المغامرات الخطيرة التي تمارس اليوم في عدد من الدول العربية. أجدد الترحاب بكم متمنيا لكم طيب المقام بيننا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلمة الآن لمعالي الأستاذ مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في المملكة المغربية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأستاذ العزيز محمد بن عيسى رئيس مؤسسة منتدى أصيلة بعقودها الثلاث، الأستاذة سميرة رجب وزيرة الدولة للإعلام ناطقة رسمية باسم حكومة المملكة البحرينية، أصحاب المعالي والسعادة، سيدات والسادة الحضور، أجدد بكم الترحيب في بلدكم، ضيوفنا الكرام من خارج المغرب، كما أجدد الترحيب بكل من حج إلى هذا المنتدى من أجل الاشتغال على سؤال أعتقد أنه يمثل أحد الأسئلة الراهنة. قبل حوالي 10 سنوات أو أكثر انطلق تفكير في المنطقة العربية في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أفرز صدور 4 تقارير. كان الأول في 2002 حول الفرص للأجيال القادمة، وتلاه تقرير ثاني حول مجتمع المعرفة في 2003، ثم في 2004 صدر تقرير ثالث حول نحو الحرية في العالم العربي، ثم بعد ذلك في 2005 صدر تقرير رابع حول المرأة. وللأسف بعد حوالي 10 سنوات فقدنا حتى القدرة على التفكير الجماعي في مستقبل المنطقة. قبل 10 سنوات كانت المنطقة حبلى بمثقفين وباحثين جلسوا وعملوا على التفكير الجماعي في مستقبل منطقتهم، وللأسف ونحن نرصد ما يجري على مستوى المنطقة العربية اليوم نجد لقاءات يتيمة مثل هذا اللقاء. وأستاذ محمد بن عيسى عندما قال أن يكون هذا اللقاء مناسبة ومحطة لبناء تفكير جماعي فعلا كان صادقا، لأننا عندما نقف الآن على مستوى المنطقة العربية لنرى أين يتم التفكير في مستقبلها
نجده يتم خارجه في البنك الدولي، في الولايات المتحدة الأمريكية، في الاتحاد الأوروبي. آخر تقرير صدر قبل الأسبوع الماضي عن مؤسسة غالوب لاستطلاعة الرأي، عملوا على تنظيم استطلاعة الرأي في كل منطقة العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي حول مؤشر الثقة الاقتصادية في المنطقة، وخلصوا إلى أن المنطقة العربية في أسوأ مؤشراتها، هي الأسوأ على مستوى المنطقة، وفي أسوأ المؤشرات بالنسبة إليها على المستوى المقارنة مع السنوات الماضية، حيث فقط بين 2013 و2014 ما مجموعه 16 نقطة ليصبح مؤشرها ناقص 33 كمؤشر الثقة الاقتصادية، وكان البلد الوحيد الذي استثنى في هذا الاستطلاع على المستوى الإيجابي هو المغرب الذي حاز مؤشرا إيجابيا بلغ زائد 20. إن المنطقة اليوم تواجه 4 تحديات كبرى، وأعتقد هذه الندوة ستمثل مساهمة كبيرة في طرح أجوبة جماعية عليها. أولى هذه التحديات وهم تحدي الوحدة في مواجهة مخططات التفكيك والتجزئة والتقسيم. وقبل سنوات كان الحديث يجري عن خط النفط الجديد الذي يمتد على طول الصحراء الكبرى والساحل، وكان الحديث يجري عن مشاريع دويلات جديدة، ونحن اليوم نرى أن هذه المشاريع تتقدم على الأرض. ما نراه في ليبيا، ما نراه في شمال مالي وجنوب الجزائر، ما نراه من إصرار انفصالي في جنوب المغرب، وما نراه في وسط السودان، وما نراه أيضا على مستوى الخليج. تحدي الوحدة في مواجهة مخاطر التفكيك والتقسيم والتجزئة. أما ثاني هذه التحديات فهو تحدي الاستقرار في مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف والغلو، والذي يتجاوز أن يكون مجرد تهديدات أمنية للأفراد والممتلكات ليمثل تهديدا للتماسك الاجتماعي ومصدر من مصادر الشرخ الثقافي. ويتمثل التحدي الثالث في التنمية والرفاه وإنتاج الثروة. أما الأخير فهو التحدي العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. وهي 4 تحديات تطرح علينا سؤالين: سؤال الديمقراطية والحرية، باعتبار أن الديمقراطية والحرية بمختلف مكوناتها شرط أساسي لمواجهة هذه التحديات الأربع، كما يطرح علينا أيضا سؤالا ثانيا وهو سؤال التخلف الثقافي والوعي المطلوب لمواجهة هذه التحديات الأربع، باعتبار أن هذه التحديات وكما تفضل قبل ذلك الأستاذ محمد بن عيسى في كلمته عندما أشار أن المشكل نعم هو مشكل تدخل أجنبي، لكن أيضا مشكل داخلي مرتبط بطبيعة الوعي الثقافي. ما هذه التحديات الأربع هي التي مع السؤالين، السؤال الثقافي والسؤال السياسي، هي التي ستمثل عناصر أساسية من أجل بناء المستقبل. هي تحديات ستشكل الإجابة عليها طبيعة المستقبل الذي ننشده والذي نسعى إليه، وهو مستقبل إذا انطلقنا من الراهن نخلص إلى كونه مستقبلا مظلما قاتما، لكن إذا تأملنا في إمكانات هذه المنطقة، في حركتها الشبابية، في نخبها، إذا ما غادرت مواقع الاستقالة، وإذا تأملنا في طبيعة التيارات الفكرية والثقافية التي تسعى إلى البروز والتي تشهد عليها النقاشات الجارية في الشبكات الاجتماعية، إنه بإذن الله سيكون مستقبلا مشرقا، لكن بشرط أن تعود النخب المثقفة والسياسية إلى موقعها الطبيعي.
ذلك أن الجواب على هذه الأسئلة هو جواب حضاري لأبعاد ثقافية وسياسية واجتماعية وآثار اقتصادية وتنموية واستراتيجية. وبهذا الاعتبار يفرض علينا أن نعمق من الاشتغال الجماعي على هذه التحديات. واسمحوا لي أن أطرح بين أيديكم مرجعية من مرجعيات الإجابة على هذه التحديات، وهي المرجعية المتمثلة في النموذج المغربي. ذلك أن المغرب استطاع طيلة سنوات أن يشكل نموذجا في الإجابة على هذه التحديات، وهو النموذج الذي أتطلع أن تكون هذه الندوة مناسبة لتعميق النقاش حول عناصر قوته وحول تحدياته وإخفاقاته، حتى نستطيع أن نقدم جوابا لمنطقة تعيش تحديات مصيرية ومستقبلية. إن النموذج المغربي هو نتاج مسار ممتد ومتواصل منذ عقود، هو ليس نموذجا جامدا ثابتا، بل هو نموذج حي ومتحرك ومتفاعل مع كل التطورات، وهو نموذج تبلور بفعل تفاعل عدد من العناصر على رأسها قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للإصلاحات، وثانيها التعددية السياسية الموجودة في بلادنا، وثالثها مجتمع مدني نشيط، ورابعها حركة شبابية استطاعت أن تكون في مستوى اللحظة في محطات متتالية من تاريخ بلادنا، وخاصة في العقود الستة الأخيرة. وهي عناصر تفاعلت واستطاعت في كل لحظة من اللحظات التي واجه فيها المغرب تحديات أن تقدم الجواب المناسب في المكان المناسب وفي الزمان المناسب. وأثمرت فقط في العشر سنوات الأخيرة مشروعا وطنيا طموحا لإدماج شمولي ومتكامل للأمازيغية، أثمر اعترافا بتنوع الهوية المغربية وبتعدد روافدها، وأثمر مدونة للأسرة شكلت عنوانا لإصلاح اجتماعي عميق، وأثمر مشروعا في الإنصاف والمصالحة أنتج جرأة على معالجة إشكالات الماضي، كما أثمر أيضا مسلسلا من الإصلاحات السياسية مكنت المغرب من أن يعالج ويتجاوب مع تطلعات حركة الشارع في سنة 2011، وأثمرت بالتالي دستورا جديدا للمملكة المغربية يشكل اليوم خريطة طريق لمجموع النخب والفعاليات. هو نموذج دينامي ومتجدد ومثمر ولا يتوقف، وآخر محطاته ما أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب العرش من إطلاق دراسة حول عناصر الثروة المغربية، ومن طرح أسئلة واضحة وصريحة حول اختلالات التوزيع العادل للثروات وضرورة معالجة هذا الإشكال بإرادة وطنية جماعية. وبهذا الاعتبار مشروع إصلاحي مستمر كان من نتائجه إطلاق إصلاحات في قطاع الإعلام، وهو القطاع الذي أتشرف بتحمل المسؤولية في تدبير جيل تام من الإصلاحات يعزز مكتسبات التعددية والاستقلالية والحرية باعتبارها عناصر قوة ضمنت للمغرب أن يتعرف على التعددية الموجودة فيه، عوض أن نترك هذه التعددية تتم على مستوى المجتمع دون أن نقف على آثارها على المستوى السياسي. أخذ الخارطة المغرب على أساس من الدستور الجديد في جيل تام من الإصلاحات على المستوى الإعلامي، واعتبر أن هذه الإصلاحات التي ستنتج تسميما من المكتسبات الثلاث المرتبطة بالتعددية والاستقلالية والحرية
ستمكن بلادنا من تثمين رصيد المكتسبات المحققة على المستوى الثقافي والاجتماعي، وتثمين الإصلاحات الأخرى التي تبلورت على المستوى الاقتصادي والسياسي. وأستغل هذه المناسبة لأتوقف عند أحد عناصر تميز التجربة المغربية، وبها أختم كلمتي، ذلك أن النموذج المغربي استطاع منذ حوالي العقدين ونصف أن يقدم جوابا على إشكالية ما زالت تمثل سؤالا مؤرقا في عدد من التجارب السياسية في المنطقة، وهو العلاقة بالإسلاميين والحركات الإسلامية. ذلك وهي إشكالية ما زالت مطروحة، ذلك أن المغرب تبنى مقاربة إيجابية مسؤولة أتاحت الإمكانية للتطور هادئ وسلس للمشاركة السياسية للتيارات ذات المرجعية الإسلامية، بما يحفظ الثوابت الوطنية ويستثمر إمكانات هذا الفاعل في تحقيق رهانات التنمية والتقدم والعدالة. إلا أننا اليوم خاصة بعد 3 سنوات من الحراك ما زلنا نواجه إشكاليات مطروحة حول مستقبل العلاقة مع هذا الفاعل، خاصة ونحن نرى تجليات سلبية لهذه العلاقة كما نرى تجليات إيجابية في التجربة المغربية. وهنا أود أن أقف عند سؤالي. السؤال الأول، أن الإسلاميين بعد 3 سنوات من الحراك مدعوون إلى الانخراط في مراجعات عميقة، ذلك أن الشرعية الانتخابية ليست هي المحدد الوحيد لتحقيق التنمية، بل هي عنصر ضمن عناصر ترتبط بالقدرة على تدوير الاختلاف واستيعاب التنوع الثقافي الموجود في مجتمعاتنا، والقدرة على تعبئة كافة الطاقات الوطنية من أجل تحقيق تلك الأهداف وتلك الغايات. وفي المقابل، في مقابل هذا السؤال، إن القوى السياسية الأخرى والنخب الأخرى مدعوة هي الأخرى أن تراجع أيضا نظرتها لهذا الفاعل، وأن تعتبر أن القدرة على مواجهة تلك التحديات الأربعة رهينة بتعميق خيارات المصالحة والمشاركة والتوافق والعمل الجماعي. إن نجاح النموذج المغربي تحقق أيضا بقدرته على تجاوز خيارات الإلغاء والإقصاء، وتحقق أيضا بقدرته على إتاحة الفرصة لتطور طبيعي للتجربة السياسية للحركات الإسلامية في إطار من الوعي بضرورة التمايز بين الدعم والسياسي، وأيضا في إطار ضرورة الوعي بأن ما ينتظره الناس على مستوى المجتمع هو إجابات على إشكالات التنمية والعدالة وإشكالات التقدم والرفاه. وأعتقد أن هذه المراجعات المطلوبة على مستوى المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار ما حققته التجربة المغربية، والتي تبقى رغم ما قد يلاحظ من توترات جزئية، يبقى أن الاتجاه العام لها اتجاه إيجابي تصاعدي، إن هذه المراجعات ستمكننا من استثمار الطاقات الموجودة لربح رهانة التقدم ومواجهة تلك التحديات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلمة الآن لمعالي الدكتورة سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في مملكة البحرين. أصحاب السعادة، الأخوات والأخوة، الباحثين والصحفيين والكتاب، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم
بجزيل الشكر وخالص التقدير لسعادة السيد محمد بن عيسى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة على هذه الدعوة الكريمة، وأتقدم بشكر خاص للقائمين على تنظيم وإدارة منتدى أصيلة على اختيارهم مملكة البحرين ضيف شرف للدورة الحالية. يسعدني من خلال هذا المنتدى الهام أن أستعرض معكم عدداً من النقاط أعتبرها أساسية في إثراء النقاش حول مسألة تشخيص وتحليل التوجهات السياسية والفكرية التي تبلورت في أعقاب التطورات السياسية التي شهدتها بعض الأقطار العربية، مع التركيز بصورة خاصة على دور القوى الناعمة في التحولات السياسية والجيوستراتيجية في المنطقة العربية والعالم بشكل أشمل. ونوه إلى أن ما سأطرحه هو رأي شخصي كباحثة وكاتبة وصحفية ولا علاقة له بمنصبي الرسمي. وأضيف إلى أن معظم المعلومات الواردة في هذه الورقة هي نتاج دراسات صادرة من مراكز دراسات وبحوث عربية وأجنبية، وخاصة نتائج الدراسة العلمية التي أجراها المرصد الجيوستراتيجي للإعلام التابع لمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية بفرنسا في يوليو 2011. إخواني وأخواتي، لا يمكن لعاقل اليوم أن يرفض مبدأ التطوير والإصلاح بمختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية وغيرها. فعملية الإصلاح والتطوير المستمر هي القلب النابض لأي مجتمع، وهي الضامن الأساسي لاستدامة الوطن. ولكن إذا ما تعمقنا في الأحداث التي ضربت بعض الأقطار العربية خلال 3 سنوات الأخيرة، تكاد تنطبق علينا اليوم مقولة نحن شعب لا نقرأ وإذا قرأنا لا نفهم. واسمحوا لي أن لا أذكر من قائل هذه المقولة. ربما لا يحبب البعض الربط بين أحداث المنطقة العربية وما يسمى بالمؤامرة أو التدخل الخارجي، لكن معظم التحاليل وأغلبها من التحاليل السياسية الحالية والوثائق المسربة أصبحت تتجه إلى فكرة أن ما حصل ويحصل وما سيحصل في المنطقة العربية مستقبلا ليس بمعزل عن تأثير الأدوات السياسية الجديدة أو ما يسمى بالقوى الناعمة التي تدير معظمها أطراف خارجية بهدف إعادة تشكيل العالم والمنطقة العربية بالخصوص. ولكن إذا افترضنا بوجود استخدام لأدوات القوى الناعمة من أجل إحداث تغيير معين في المنطقة، وجب علينا منهجيا الرجوع للاستخدامات السابقة لهذه الأدوات في مناطق أخرى من العالم والأهداف التي حققتها. تعني القوى الناعمة أن يكون للدولة قوة روحية ومعنوية من خلال ما تجسده من أفكار ومبادئ وأخلاق، ومن خلال الدعم في مجالات حقوق الإنسان والبنية التحتية والثقافية والثقافة والفن، مما يؤدي بالآخرين إلى احترام هذا الأسلوب والإعجاب به ثم اتباع مصادره. وغالبا ما يطلق هذا المصطلح على وسائل الإعلام الموجهة أو ما يسمى بالإعلام الموجه لخدمة فكر ما. وتعتبر القوى الناعمة من أفضل الأسلحة السياسية العسكرية، إذ من خلالها يمكن السيطرة على الآخرين ويمكن أن تجعلهم متضامنين معك دون أن تفقد قدراتك العسكرية. ورغم ظهور مصطلح القوى الناعمة في تسعينيات القرن الماضي عن طريق عالم السياسة الأمريكي جوزيف سامويل مي الذي شغل منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية في إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، إلا أنه وقعت ممارسته فعليا في فترة الحرب الباردة من خلال تصدير مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. من بين عناصر القوى الناعمة التي استخدمها الغرب في أوروبا الشرقية في تلك الفترة هي إنشاء عدد من المؤسسات والبرامج مثل برنامج فولبرايت والمحطات الإذاعية صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة وغيرها، ونشاطات بعض المؤسسات مثل مؤسسة فورد ومؤسسة روكفلر،
كما تتجسد استخدامات القوة الناعمة فعلياً من خلال ممارسة ما أصبح يعرف بالدبلوماسية العامة التي تعتمد على ما اصطلح عليه بالثورات الحريرية نسبة إلى نعومة الحرير. هذه الثورات وقع تسجيلها في أوروبا الوسطى مثل جورجيا في 2003، أوكرانيا في 2004، وقرغيزستان في 2005، وانتقلت لاحقا إلى الشرق الأوسط مثل ثورة الأرز في لبنان 2005 بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والتي أدت إلى رحيل القوات السورية من لبنان. وتركز الثورات الحريرية على توظيف مفهوم الأسباب الاجتماعية لعدم الرضا والبناء الواعي للرفض، كما تتعاون في هذه الثورات الحريرية مؤسسات ثورية وطنية مع مختصين في الترويج للديمقراطية. وعلى هذا الأساس تم عبر المنظمات غير الحكومية إيصال دعم خارجي للنشطاء المحليين يتمثل في العناصر اللوجستية والخبرة في دمقرطة الشعوب. وبالرغم من أن اختيار مصطلح الثورات الحريرية فيه كثيرا من النعومة، إلا أننا ما شاهدناه ونشاهده يوميا لا علاقة له بالنعومة، بل بسفك يومي للدماء وقتل عشوائي للأبرياء وتشريد ممنهج للضعفاء، وصورة قاتمة ومذلة للمنطقة العربية لم تشهدها حتى في أحلك الفترات. ربما لم نعطي الأهمية الكافية أو الانتباه المطلوب لقرار جعل تصدير الديمقراطية المحور الأساسي في السياسة الخارجية الأمريكية، التي بدأت فعلياً منذ عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان سنة 1983، إذ تم تخصيص جهاز إداري للقيام بهذه المهمة عبر مؤسسة National Endowment for Democracy الممولة أساساً من الكونغرس الأمريكي. ويتمثل الهدف من هذا التصدير في إعادة تشكيل المناطق الاستراتيجية في العالم للضمان والدفاع عن المصالح الأمريكية. كما ارتبط هذا الملف مع مشروع ديمقراطة الشرق الأوسط خلال فترة إدارة جورج بوش الابن، وتواصل موضوع إعادة تشكيل العالم سياسياً وجغرافياً مع فترة إدارة بيل كلينتون، وارتبط بالرهانات الجديدة لأوراسيا. ولم يتوقف الأمر، بل تواصل مع إدارة الرئيس باراك أوباما بواسطة الترويج لقواعد الحوكمة الرشيدة والمساندة الفاعلة للمجتمع المدني عبر مختصي الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية. وبذلك تخلص معظم الدراسات إلى أن عملية تنفيذ هذا المشروع تبقى متواصلة مهما اختلفت حيثياتها ومهما تغيرت الإدارات على رأس الولايات المتحدة والحكومات الغربية الحليفة، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، يمينيين أو يساريين. ركزت إدارة الرئيس بيل كلينتون على القوة الناعمة لوسائل الاتصال، ودعمتها بشبكات المعلومات عبر الإنترنت وتشبيك الكون. وجاءت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون لتعتمد فكرة ديمقراطة البلدان من خلال استخدام أدوات ينظر لها كأداة مستقبلية محررة عبر تكنولوجيات الاتصال. وتم فعلا البدء بتنفيذ هذه الاستراتيجية ضمن الدبلوماسية العامة الأمريكية الجديدة من خلال مشروع 21st Century Statecraft، الذي يمكن الاطلاع عليه عبر موقع البيت الأبيض. ويذكر هذا المشروع على ويركز هذا المشروع على مساندة وتأهيل المعارضين الافتراضيين في الخارج باسم الدفاع عن حرية التنقل، حرية التنقل وتدفق المعلومات، وضمان حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار يلتزم محور Civil Society 2.0 الذي أطلق في سنة 2009 والمنضوي تحت 21st Century Statecraft، بالاعتراف بجميع المعارضين حول العالم ومدهم مجانا للتكنولوجيات الرقمية كمساندة لصمودهم ضد الرقابة التي يمكن أن تمارسها الدول على تنقل وتدفق المعلومات. وجاء بعد ذلك دور المنظمات غير الحكومية ومتخصصو الديمقراطية لعرض كتالوج الديمقراطية Democracy Manual، إذ شهدت مصر في سنة 2008 دعوات لشباب معارض دعا للإضراب العام عبر شبكة فيسبوك، لاقى نجاحا كبيرا وظهرت على إثر حركة 6 أبريل، كما تشير المعلومات إلى أن مجموعة وكما تشير المعلومات
إلى أن مجموعة من أعضاء الحركة وقع تدريبهم على تقنيات المعارضة السلمية من قبل نشطاء صربيين من تمييز مجموعة أوت روب التي طاح بميلوزوفيتش أواخر التسعينيات. ووقعت إعادة تسمية هذه المجموعة إلى كانفاس التي تختص في تقديم الاستشارات حول المظاهرات في الشارع والترويج لها وإبرازها إعلامياً. وأصبح هذا المركز المركز الدولي المختص في الديمقراطية السلمية بتمويل جزئي من مؤسسة فريدم هاوس التي تمول من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية. وتشير المعلومات أيضا إلى أن هذا المركز قام بتدريب نشطاء رقميين أو افتراضيين ليس فقط من مصر بل من تونس وسوريا والبحرين على تقنيات الصمود السلمي. لا نطيل عليكم بمعلومات باتت معروفة تقريبا لدى الجميع، نشرتها بعض مراكز الدراسات والبحوث وأكدتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في بعض أوراقها وفي مذكراتها الأخيرة. لكن ما يهمنا اليوم هو الإجابة على السؤال التالي: هل هذه المعلومات والممارسات الجديدة هي فعلا رأس الحربة الجيوستراتيجية الغربية؟ أغلب التحاليل السياسية والاقتصادية تتجه إلى تأكيد فرضية أن الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم طاقم معلوماتي استراتيجي يمكن من تشغيل مفاتيح مختلف المجتمعات المدنية بهدف التحكم في أوراسيا ومن خلالها التحكم في منافسها الكبير الصين. وتجدر الإشارة في هذا السياق الرجوع إلى ما صدر منذ أكثر من سنتين عن الاقتصاد الفيزيائي الأمريكي ليندن لاروش من تحذير فحواه أن الهدف الحقيقي مما يجري في عملية بلقلة الشرق الأوسط هو آسيا وبالذات روسيا والصين، وهي عملية حسب تعبيره شبيهة بأزمة البلقان الأولى قبل الحرب العالمية الأولى. وهناك تصريحات عديدة اليوم بما فيها التصريحات الروسية التي تؤكد هذا التحذير، ومن حيث أنها عملية تستهدف الإخلال بمبدأ التوازن الاستراتيجي الدولي السياسي والاقتصادي لصالح القطب الأوحد في العالم. وبقراءة أحداث العراق ومصر وليبيا وسوريا ومجمل ما يجري في المنطقة منذ عام 2001 وحتى اليوم، وبما فيها أحداث أفغانستان وأوكرانيا، باتت الإزدواجية السياسية والإعلامية في الممارسات الدولية أمراً واضحاً، مما أدى بصورة منهجية إلى صعود قوى راديكالية وأصولية خطيرة لم تعد تخفي وجهها وتوجهاتها المنحصرة في تقسيم بلداننا أثنياً وطائفياً بالمزيد من الصراعات الداخلية والحروب الأهلية. بعيداً عن كل ادعاءات الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أن أعداد القتلى والمشردين باتت بالملايين، وحيث الفقر والجوع بلغت معدلاته لأرقام قياسية، وحيث تفقد الحكومات السيطرة على إدارة الدولة وحماية أمنها وحدودها، بما يؤكد نظرية لاروش أن منطقة الشرق الأوسط تتجه نحو البلقنة. لقد شد انتباهي مقال لجامعي تونسي نشرته جريدة المغرب التونسية الأسبوع الماضي، يرثي فيها الحالة التي وصلت إليها بلاده بعد الثورة، ويدعو صراحة إلى ثورة جديدة ضد الشعب. يقول الكاتب في المقال: قزمنا الحاكم وانتهينا منه منذ زمان، فمن يفسد إذن حياتنا؟ إنه الشعب، وهو اليوم الحاكم في البلاد، حيث تمشي تلقى هنا وهناك بشرا يفعلون ما ارتأوا دون قيد في همجية وفي فساد. هؤلاء هم الشعب بأصنافه، يعبث يفسد يتسلط يمنع الحياة، حيث تمشي تلقى فيالق من العباريط وقد استولوا على البلاد وظلموا العباد. إن الحالة التي وصلت إليها بعض الأقطار العربية تدعونا إلى التفكير مجددا في خياراتنا الاستراتيجية الداخلية والخارجية، وتدعونا صراحة إلى مواصلة عملية الإصلاح والتطوير والوعي بالحاجيات والمتطلبات الجديدة لمجتمعاتنا وحمايتها من الانزلاقات الخطيرة، ليولد الإصلاح والتطوير من رحم المجتمع نفسه وليس بإملاءات خارجية أو باستيراد إحدى كتالوجات الديمقراطية.
نحن في الإصلاح مع الإصلاح والتطوير، وليس مع إلغاء الدولة أو المجتمعات لتحل محلها مفاهيم جديدة ربما تكون متناقضة مع السياق التاريخي لهذه المجتمعات نفسها. كما أن عملية التطوير والإصلاح في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ترتبط بالسياق التاريخي والثقافي للمجتمعات، وتحتاج إلى وقت وتمر بالضرورة عبر خطى تدريجية حتى تتحول إلى مبادئ ثابتة، ومن ثم تترسخ في سلوك أفراد المجتمع وتصبح من تراثه وعاداته وتقاليده السياسية والثقافية. إن بناء الديمقراطية في الدول يجب أن يكون في ارتباط وثيق بالسياق التاريخي والتطور الطبيعي لشعوبها التي تختلف في تاريخها ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعي وثقافاتها المحلية. كما أنه من الخطأ اعتبار مفهوم الديمقراطية واحداً وحيداً لا وجود لغيره، يجب تطبيقه على الشرق كما على الغرب رغم الاختلافات الثقافية والقيم السياسية والاجتماعية للشعوب. وفي نهاية هذه الكلمة لابد لي أن أشير إلى أن مملكة البحرين قد تمكنت من تجاوز الأزمة التي عاشتها في سنة 2011 بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي بدأه قبل ما سمي بالربيع العربي بعقد كامل من الزمن، حيث اتفق شعب البحرين حول ميثاق العمل الوطني كإطار عام للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، كما آخرها الإصلاحات الدستورية لسنة 2013 التي تضع المملكة ولأول مرة في تاريخها على خطة ثابتة نحو الديمقراطية. ربما تكون مملكة البحرين بحاجة لاستكمال بعض النواقص في مجالات عديدة، وهذا أمر طبيعي ليس فقط في مملكتنا بل في معظم البلدان، وهو أمر مؤسف يقع استكماله والاستمرار في وهو أمر سوف يقع استكماله والاستمرار في تنفيذه في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وبفضل إيمان الشعب البحريني بأن عملية الإصلاح والتطوير عملية متواصلة تنبع من المجتمع إلى المجتمع. وأخيرا بما أن للربيع العربي وأخيرا ربما كان للربيع العربي أن يتحول في فترة وجيزة إلى خريف لو أنه احترم دورته الطبيعية ضمن قواعد الطبيعة. والمقصود هنا أن التجارب السياسية والديمقراطية تختلف من دولة إلى دولة أخرى ومن ثقافة إلى ثقافة أخرى ومن زمن إلى زمن آخر، وأن فرض المبادئ أو التغييرات بقوة السلاح أو بفلسفة التنميط أو من خلال الاستيراد الأعمى للمفاهيم لا يكتب لها النجاح، وسرعان ما تندثر مع ظهور موضة جديدة. وختاما لا يسعني من هذا المنبر إلا أن أعبر مرة أخرى عن شكري وتقديري لصاحب السعادة السيد محمد بن عيسى وللمملكة المغربية الشقيقة على هذه الدعوة، وتمني لكم النجاح والتوفيق في منتداكم. شكرا جزيلا. الآن يتفضل معالي الأستاذ صالح القلاب وزير الإعلام الأردني السابق، كاتب ومحلل سياسي. مساء الخير. بالبداية يعني اسمحوا لي مثل الذين سبقوني كما الذين سبقوني في البداية أن أتوجه بالشكر لصديقنا واللي صار صديق لكثيرين من العرب في كل أقطارهم، صديق العزيز الكفاءة المغربية. هذه النبتة المثمرة نبتت في بيئة المغرب الجميلة والمعطاء. سمعت أنا عند الافتتاح قبل أيام يقول بهذا المعنى: أصيلة جعلت أهل الشمال ينظرون إلى الجنوب، وعندما كنا نحن في السابق ننظر من الجنوب إلى الشمال. وحقيقة هذه صارت مثابة سنوية، وأحيانا كثير من هو تحت الضوء لا يرى
المساحة الشاسعة، مساحة شاسعة في العمق العربي شكلتها أصيلة. والصديق العزيز والكفاءة المغربية أيضا له جهود كبيرة جدا في نقل صورة هذا البلد الجميل العظيم إلى المنطقة العربية. هو عضو أكثر من مؤسسة عربية، وأعتقد كثيرين من الزملاء والزميلات الموجودين التقوه في أماكن عدة وفي مواقع عدة، كان دائما فارس الكلمة الصادقة الصحيحة، وأيضا رسول المغرب بدون ادعاء وبدون مبالغات. وأنا أضع قدمي يجوز للمرة، ما بدي أعد كم مرة، في أرض المغرب شعرت أني أتنفس هواء نقي. هذا الخوف اللي راودنا في منطقتنا النيران تزمرنا من كل الجوانب، انفجارات داعش وماعش، وما ننام الليل طول الليل نتحدث عن هذا الموضوع. وجدت أنه فيه هواء نقي، وأنا أدخل إلى المغرب تحدثت حتى ببساطة مع الناس اللي التقيتهم، وجدت أنه أنا غير مخطئ بأني أقول أنه هذا البلد يرسي أسس تجربة عالمية عربية وعالمية في غاية الأهمية، وهي حل الإشكالات بالحوار. الحوار أول المسؤول مع النفس، ثم الحوار مع شعبه، ثم الحوار مع العالم، ثم الحوار مع الجوار. إذا فقدنا لغة الحوار سنلجأ إلى لغة المدافع، ومن فقدوا لغة الحوار المدافع مزقت مدنهم. الملك محمد السادس أطال الله عمره، أهم شيء أنه شاف الشيء اللي ما شافه الآخرين، وعنده مثل يقول الرائد لا يكذب أهله، يعني هو لما يوصل يرى الحقيقة ما يرى الأوهام. وعندما بدأت رياح الربيع العربي، يبدو أنا مصر على أن الربيع العربي مش كارثة، هو شاف كل اللي يصير بالمنطقة مش بالمغرب، شاف مبكرا. لا يوجد أسوأ من قائد الداهم الأحداث وهو جالس جوا، هو جالس جوا يعد كيف بده يقمع شعبه. ما حصل هذا، ولذلك كانت هذه التجربة العظيمة. هو شاف قبل أن تصل الرياح الساخنة إلى المغرب، والتقى شعبه مش في منتصف الطريق، في بداية الطريق، واستطاع أن يعمل إنجاز. إحنا أنا جاي من الأردن، مملكة الأردنية الهاشمية، نقتدي بهذه التجربة. ولذلك اسمعوا لي، وبدون أبدا بدون كلام، أنا لا شاعر ولا شيء، اسمعوا لي يا أخي معالي الأخ محمد، وأنا أنتقل إلا للبعض من الرباط إلى هذه المنطقة اللي أول ما عرفتها، أنا عرفتها من خلال رواية المحمود شكري، فيها الكثير من الصدق، فيها الكثير من المبالغة، فيها الكثير المهم. وحقيقة ما وجدت شيء اللي أقوله بيني وبين نفسي إلا أنه هذا شعب يستحق هذا القائد اللي هو الملك محمد السادس.
وهذا قائد يستحق هذا الشعب، لأنه أول ما تصل أي بلد، وإحنا صحفيين دائما حامل شنطه داير من محل لمحل، تركب مع سائق السيارة بيقول لك البلد خربانة، ما في سكر، ما في رز، في قمع، المخابرات على الطريق، دير بالك لا تحكي ولا كلمة. هذا أنا ما سمعته حقيقة، أقسم بالله العظيم إني ما سمعته. يعني وأنتم معي هلا نتفكر، هذا قائد بالبداية الطريق التقى شعبه، و الله يذكره بالخير مات، وقائد ثاني طلع لابس مثل المجنون وطلع شعبه من طاقة عمره ما شافها الشعب، ويقول زنقة 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 ويشتم بشعبه. ننتقل لقائد ثاني، لأنه إحنا لازم نقيم كيف بدنا نشوف الغد، بدنا نعرف كيف وصلنا لهذه الأوضاع العربية. من فعل خيرا يجب أن نقول فعل خيرا ونرعى على رؤوسنا، ومن فعل شرا يجب أن نطوق ونحارب ونلاحقه في كل مكان. لما صارت حادثة الدرعة، واسمح لي أستاذنا الكبير مشيه، كان بالإمكان أنه ينحل الموضوع، ما تنحل الأزمة كلها، ولكن ما يصير بسوريا اللي صار، كان ممكن تصير معالجة بالسلمية. البطانة قالت لي اصحى تروح على درعا، هذول بكرة يطمعوا ويركبوا راسهم ويشوفوا حالهم أكبر منك، وبكرة يعملوا لك ألف قصة وقصة. هذول شعب لا يأتي إلا بالقضاء، وأبوك 40 سنة لأنه عمل مذبحة حمادق في الحكم. شايف الذهنية وين؟ شايفين الذهنية كيف تعمل؟ أجا كان حاكي هو مع الملك عبد الله، جلالة الملك عبد الله بن الحسين عنا، وسأله كيف أنت طوقت الموضوع؟ فحكى له أنا ما أقدر أحكي لك هلا على التلفون كل شيء، غدا أنا سأرسل خالد الكركي كرئيس ديوان. أرسل خالد الكركي قال له قضيتين، الأولى أن تبقى بين شعبك، والقضية الثانية أن لا تستخدم العنف، لا تستخدم العنف. قال والله أنتوا لا أنت عارفين شعبنا ولا أنتوا عارفيننا، وروح وبلشت كرة الطائرة. معالي الأخت العزيزة حكت عن البلقرة، وإحنا مثل أنا بدوي، عندنا مثل يقول الراعي الهامل يأتي بالذئاب إلى قطيع أغنامه. ما في دولة بالعالم من الغربي والشرقي ما تحب تنهش الدولة اللي بجنبها أو قريبة منها. أنا نحكي عن الدول الاستعمارية الرأسمالية إلى آخر، ولكن كيف يقدر يوصلوا لعندك؟ ليش ما يوصلوا المغرب؟ هذولا اللي فاتوا وعملوا بلقدة بسوريا، وعملوا بلقدة بالعراق، وعملوا بلقدة بليبيا. شايف المأساة اللي بليبيا؟ شايفين المأساة اللي بليبيا؟ لو ما كان واحد اسمه القذافي، لو ظل حتى الملك السابق، ما نعرف، احنا ما نضرب بالغيب ولا نفتح المندب، ما راح يصير هذا اللي صار. ما راح واحد ركب راسه أهان الشعب كله، مزق العلم الجميل هذا وحط راية على اساس انها راية الفاطميين. احنا حتى نتفاهم على هذا الموضوع، ما حصل وشوف الأنظمة اللي ضربها بعنف. احنا اجى عنا الربيع العربي وقلنا له اهلا وسهلا يا ربيع عربي، تفضل انت صديق عزيز. كنا جالسين بالديوان عند جلالة الملك ومع بدو،
وأجا واحد قال لي يا سيدي باللهجة الأردنية هذول نقلوا على أبوك، يحكي عن الأخوان المسلمين. قالوا إيش؟ واحد صلح للمال قالوا يعني يلعنوا يلعنوا. قالوا نقلوا أبوك أنت؟ قالوا لا. قالوا طب شو خصك نقلوا أبوي وهذول من شعبي ومن نوع أنا بأحترمهم وما بدي أنا ألعبوه، خليهم ينقلوا على أبوه. فجرى التعامل مع هذه القضايا على طريقة الملك محمد السادس اللي كان فاتح الطريق وتستراد أمام من يريد أن يأخذ العبرة. أما اللي وقف وصار يقول زنقة زنقة ويذبح بشعبه، والثاني هذاك ما خرج لهلا من مكانه، حتى لما يروح يصلي وبعدوا له يجيبوه مسجد لعنده مشهور عند المسجد. لا أريد أنا أتكلم بقى. ولذلك أقول طيب انظروا في شيء اسمه شرعية الحكم. شرعية الحكم هي اللي تفرض نفسها على الناس. في حكم شرعي، واحد يقول لي كيف واحد حكم شرعي مستمر من 100 سنة 200 سنة 300 سنة كما هو بالمغرب، هذا حكم شرعي. واحد اغتصب الحكم بالدبابات وذبح رفاقه، كم انقلاب عسكري بسوريا؟ حوالي 15-20 انقلاب عسكري داخل البعثيين، آذار وشباط وحركة حافظ الأسد لسنة 70، وخلال هاي الفترة من هذاك الوقت لعله شيء 20 انقلاب صامت. هذا كيف بده يواجه شعبه؟ كيف بده يعمل مع شعبه؟ وهذا ينطبق على القذافي، وهذا ينطبق إلى حد ما، لا حد أكثر مما على زين العابدين بن علي. هو انقلاب قام انقلاب عسكري، هاي الارقام انتخابات 99 يعني لا معقولة واحد ياخذ بالعراق 100% من اصوات الشعب؟ ما في يوم واحد يوم رشح انزكم ما قدر يجي. طيب كيف هذه الناس بدها تسكت؟ كيف هذول الناس بدهم يسكتوا؟ كيف الناس؟ طيب والله وانا ما عارف شو بدي اقوله، والله من خيرة شعوب الأمة العربية الشعب السوري، والله دولة متقدمة ديمقراطيا ومتقدمة صناعيا ومتقدمة اجتماعيا وعلاقتها بالغرب واسعة لأنه هي الأقرب على الطريق، تدمرت هذه الدولة ما تلاقي فيها. يسمح لي أستاذي، هذول حتى الشعراء هذول والأدباء حطوهم في السجن لأنه يحكوا صحيح وكلهم ماتوا بالقهر. هذه الدولة التي دمرت الآن ليش دمرت؟ من انقلاب حسني الزعيم 49، حتى نقول التدخلات الخارجية معك، هذا صار كالتالي بسرعة براها طولنا. هذا الانقلاب طلعت بالليل رسالة لوزارة الخارجية الأمريكية أن تركيا واليونان بدهم ينسحبوا من حلف الأطلسي أو من في ذلك الوقت، يعني الرعبوا عقدوا بيت اجتماع بنفس الليلة، وإنه مين بده يحل محلهم؟ الروس السوفييت، إنه إذا طلعت الأتراك قطعوا العلاقات واليونان بدهم يحلوا الاتحاد السوفيتي. بعثوا مايلز كوبلاند، بعرفوا أخي وقرأ عنه أخي محمد وأنتوا تعرفوه، مايلز كوبلاند على جناح السرعة ركب لما وصل على حزب الزعيم، لا يعرف لا حكم ولا يعرف شيء، حاط شيء ألف نيشان على صدره وشبه العيد أمين زمان، هم خلوه يعمل انقلاب عسكري. الصراع الإقليمي خلوا الحناوي يعمل عليه انقلاب عسكري، الصراع الإقليمي خلوا الشيشات اللي ضلت هرب الضباط بدهم يهربوا من الانقلاب، راحوا على الوحدة، طلعت الوحدة أليل من كل الانقلابات، ما راح بسرعة أبدا. ولذلك أقول هذه سلسلة الانقلابات قطعت الطريق على شعب أنه يوصل للهدف اللي بده إياه، قطعت الطريق عليه. برجع أحكي شو المطلوب لأني عامل أنا المطلوب. هلا واحد يجيني يقول أمة عربية واحدة ذات رسالة خالية، المطلوب ولا وحدة عربية؟ يا عمي لا بدنا وحدة عربية، بدنا تنسيق
بدنا تنسيق في أدنى المستوى. كل واحد من الأردن يشعر أنه المصلحة في المغرب، وكل واحد في المغرب يشعر أنه هكذا باقي الدول العربية بالمغرب. إله مصلحة، جاي عنده مصلحة، بده يعمل مصلحة، نعمل علاقات مثل الاتحاد الأوروبي، نعمل مثل هذا الموضوع. اثنين، لن تقوم لهذا الناس قائمة والإنسان مقموع. حريات ديمقراطية ولو في أدنى المستويات، تنمية حكوا سبقون للسابقين. وأريد أن أقول الكلمة الأخيرة، إحنا نقيم علاقات، إما نركض على الاتحاد السوفيتي في السابق في صراع المعسكرات، أو نروح على الأمريكا. يعني مش خلينا نعمل علاقات على أساس المصالح مع الناس هذول. هل الكتلة العربية هاي لو اطلعت للغرب على أساس المصالح، طب هيلاري كلينتون حكت أكثر من هيك، قالت احنا عملنا داعش وبدنا القسم الواحد القسم المنطقة العربية، وبتأسف صديقنا العزيز، وبدنا نجيب الاخوان كل المسلمين هي قاطرتنا هذا الموضوع. طب انا ما بعرف هل حكت كذب ولا صحيح، بس هم يفكروا هيك، هم يفكروا بالطريقة هاي. هذا احلام اليقظة اللي تحكيها، ممكن مو صحيح اللي صار. اشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي. المغرب الى الامام، وكل عام وانتم بخير. بكره الثوره. الان يتفضل معالي الاستاذ ميشيل كيلو، محلل سياسي وكاتب صحفي ومترجم من سوريا مقيما في فرنسا. شكرا. اول شيء انا اود ان احيي واشكر الصديق الكبير الاستاذ محمد بن عيسى على هذه الدعوه اصيله كانت في وعينا ونحن شباب. يعني هلا ما لنا اختياريه كثير، بس كنا من 20 سنة كانت في وعينا محل للقاء العالم، العوالم الثقافيه، لانتاج الثقافه، للحريه، للفكر، للمعرفه، للانفتاح على الذات وعلى الآخر. وبهذا المعنى كانت فعليا حلما. أنا سعيد جدا أن أكون الآن وصفكم في هذا الحلم. شكرا لمن دعاني وشكرا لحضوركم. أنا سأنحو بعض النحو المختلف قليلا عن ما سمعتموه. سأقول أن العالم العربي يعاني منذ فترة طويلة من أزمة مركبة. هذه الأزمة ليست من إنتاج الربيع العربي، وليست من إنتاج الثورات العربية. بمثل بسيط، إذا نظرنا إلى المسألة الطائفية في سوريا التي برزت كثيرا بعد الثورة، وجدنا أنها كانت في أساس النظام السياسي، وأن النظام السياسي أقام سيطرته على المجتمع الحديث عبر تنظيم وتحديث مؤسسات، منظمات، تكوينات ما قبل مجتمعية، هي الطوائف. حدثها أمنيا وأدخلها في عالم إعادة توزيع الثروة من موقع متميز، وتحكم بالمجتمع وتحكم بالدولة وأعاد إنتاج المجتمع والدولة في ضوئها. ليست الثورة السورية هي التي أنتجت الطائفية. الثورة السورية كشفت كم كانت الطائفية عميقة في المجتمع السوري، وكم كان دورها كبيرا. نحن في اعتقادي عانينا تاريخيا من أزمتين كبيرتين، واحدة أتينا بها منذ آلاف السنين، والثانية مررنا بها خلال الأعوام القرن الماضي. الأولى نتجت عن أننا لم نمتلك في فكرنا السياسي، في عقلنا السياسي، في منظوماتنا السياسية، المفاهيم الحديثة التي قام عليها العالم اليوم. نحن لم نعرف في تاريخنا فكرة الحرية، معلش لو تصارحنا مع بعضنا، لم نعرف فكرة الإنسان الحر، لم نعرف فكرة المساواة في الحرية باعتبارها تعريف للذات الإنسانية، لم نعرف فكرة المجتمع، كنا نعرف فكرة الجماعات أو الجماعات، لم نعرف فكرة الدولة. بالشعر العربي، الدول الشيء الذي يتم يكون دولي هو الشيء الذي يزول، الذي يتغير ويتبدل. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءت وأزمانه، وليست دولة بمعناها الحديث. لم نعرف فكرة الطبقات بالمعنى الحديث الكلمة، لم نعرف فكرة المساواة، لأنه
إذا لم يكن هناك حرية يتساوى بها البشر لا يكون هناك لا عدالة ولا مساواة ولا كرامة. من أجل ذلك كانت شعارات الثورة السورية الحرية للشعب السوري الواحد والعدالة والمساواة والكرامة، مستلزمات الحرية ونتائج الحرية العدالة والمساواة والكرامة. محاولات التحديث التي تمت في العالم العربي، أنا بأخذ المثل البعثي مثلا أو المثل القومي والمثل الاشتراكي، أنا شخصيا كنت بزماني لفترة طويلة شيوعي، وكلنا آمنا بالوحدة العربية وبالأمة العربية الواحدة وبضرورة التوحيد العرب وإلى آخره. سوريا حكمت بحزب شعارات الوحدة والحرية والاشتراكية. الوحدة أنتجت التفكك الاجتماعي نتيجة الطائفية ونتيجة اختراق المجتمع وتمزيقه وبناء مجتمعين متنافيين داخل سوريا، مجتمع للسلطة ومجتمع للناس، مجتمع لديه كل أنواع الثروات وكل أنواع الحقوق التي تعطيه الصلاحيات والامتيازات، ومجتمع محروم من كل شيء هو الذي قام بالثورة. أما الحرية فأنتم شاهدتم بدون أي شك أفلام عن جنود يدوسون على رقاب الناس ويطلقون النار عليهم وهم يقولون لهم تطالبون بالحرية، بدكم حرية. الحزب الذي يكرر، الجندي الذي يكرر كل يوم صباحا وظهرا ومساء شعار وحدة حرية اشتراكية، يدوس على رقاب الناس ويطلق النار عليهم لأنهم يطالبونه بما يعيدهم به. الاشتراكية، لا داعي أن أقول لكم ما هي الاشتراكية، وحدة حرية اشتراكية. سجن الشيوعيون في سوريا بتهمة مناوئة النظام الاشتراكي الذي كان يسمح بتنظيم أعراس لأبناء رجال أعمال تكلف 10 مليون دولار أمريكي. سجن الناس المطالبون بالاشتراكية في ظل بحجة أنهم يناوئون نظام اشتراكي يسمح لرجال الأعمال بأن ينظموا أعراس لأولادهم ب10 مليون دولار أمريكي. بهذا الموروث القديم الذي يخلو من المفردات ومن المكونات الفكرية والروحية التي صنعت العالم الحديث، العالم الحديث هو ابن الحرية، هو ابن العدالة، ابن المساواة، هو ابن القانون، هو ابن الدولة، هو ابن المجتمع المدني. وبهذا الفشل في عملية التحديث الذي دامت لفترة قرن واشتركت فيها أحزاب كثيرة قومية وشيوعية واشتراكية وإلى آخره، وبعجز مجتمعاتنا عن أن تنتهج خطا ليبراليا حتى في مستوى العلاقات يقود إلى شيء من الديمقراطية ويقود إلى شيء من الحرية، بحجة أن الليبرالية هي نظرية استعمارية وأن الاستعمار هو الذي جاء بها وأنه يريد أن يفككنا من خلالها وإلى آخره. وصلنا فعليا إلى حال من التدهور كلكم تعرفونه. وصلنا قبل أن يقوم الربيع العربي، اليوم هناك كثيرون يشتمون على الربيع العربي، وصلنا إلى حال لم تعد فيه ثقافة، لم تعد فيه مساواة، لم يعد فيه توزيع عادل للثروة، لم يعد فيه احترام للذات الإنسانية، لم يعد فيه حكم قانون، لا أقول في كل البلدان العربية ولكن في أغلبية البلدان العربية. وأنتم تعلمون أنه لم يكن في العالم العربي دولتان لديهما علاقات طبيعية أو جيدة متجاورتان بطبيعة الحال، وإنما كان العالم العربي مسرح للتمزق وللتفكك وللصراعات وللتناحرات وللعداوات التي أوصلته إلى الحضيض. العالم العربي كان من أكثر ولا يزال من أكثر مناطق العالم تأخرا وتخلفا تقريبا في كل الأرقام التي لها علاقة بما يصنع الحياة وما يصنع التقدم وما يصنع الإنسانية وإلى آخره. أنا باعتقادي أن الثورة جاءت ردا على هذتين الأزمتين وعلى ما نجم عن تداخلهما وتفاعلهما وغربة وما أنتجاهما من غربة العرب عن العالم وعن العصر وعن التقدم. إذا أخذنا سوريا، وأنا لا تأخذوني ما رحت إليكم، خرج الشعب السوري يقول حرية للشعب السوري واحد. في هذه الثورة تفاعلت قوتان اجتماعيتان،
المجتمع المدني السوري، مجتمع العلم والثقافة والمعرفة والإنتاج المعرفي، المثقفون، المحامون، أساتذة الجامعات، المعلمون، طلبة الجامعات إلى آخره، والمجتمع الأهلي الذي خرج لأول مرة في تاريخه، لأول مرة في تاريخه وأكرر في تاريخه، يقول حرية، دولة مدنية، حكم قانون، ديمقراطية. تبنى هذا المجتمع الأهلي الذي نسميه المجتمع التقليدي، وأنا أعتقد الأفضل أن نقول مجتمع أهلي لأنه هو أهلنا، شعارات ومطالب المجتمع المدني التي هي المطالب والشعارات التي صنعت العالم الحديث. العالم الحديث يقوم على الحرية ويقوم على الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان وعلى احترام القانون وعلى احترام المواطن وعلى تعبير المجتمع عن الدولة وإلى آخره. تبنت هذه الثورة وتبنى هذا المجتمع الأهلي فعليا الأفكار التي كان من شأنها أن تحدث قطيعة حقيقية مع الأزمة البنيوية الفكرية التي نعيشها منذ 2000 سنة ومع الواقع القائم. الرد كان فصل المجتمع المدني عن الأهلي بالعنف، والقضاء تقريبا، القضاء الكامل والناجز على كل من انتمى إلى المجتمع المدني، حتى أنه صار كون الإنسان شابا تهمة، كونه مثقفا يؤدي إلى قتله، وقتل مئات آلاف وليس 160,000 سوريين معظمهم من المجتمع المدني، بينما استخدم النظام أسلوب العنف المفتوح عبر حل عسكري أمني ضد المجتمع الأهلي كي يرغمه على أن يعود إلى إيديولوجياته التقليدية، يتخلى عن فكرة الحرية ويأخذ بالسلاح ويتطيف، يتعسكر ويتطيف، لأنه كان يقول حرية بإطار سلمي لشعب واحد، دولة مدنية، قانون، ابن دوما وابن حسانة، المناطق الكتير شعبية بسوريا. الجواب على هذا السحق الذي تناول المجتمعين المدني والأهلي كان فعليا الأصولية. الأصولية ليست من إنتاج الثورة، الأصولية من إنتاج النظام وسياسات النظام، الأصولية من إنتاج التدخل الخارجي الطائفي في سوريا. التدخل الخارجي في سوريا يقاتل الآن أيها الأخوة 28 تنظيم أصولي مع النظام، غالبيتهم ينتمون إلى مذهبية معينة لن أذكرها هنا، عراقيين وغير عراقيين وباكستانيين وهنود وإلى آخره، حتى أننا أخيرا، حتى أنهم استوردوا أخيرا مقاتلين صينيين ومقاتلين أوزبيك. هؤلاء نحن ما شايفين إلا اللي بيشوفوه الأمريكان، بيحكوا عن داعش بنقول داعش. قبل أن تظهر داعش بسوريا بسنة ونص هناك 28 تنظيم إرهابي مسلح يميني قاتل قاطع طريق قولوا ما شئتم دخل إلى سوريا بحجة محاربة التكفيريين وبحجة أن الثورة أصولية يحميها متسوسين بين الناس الأصوليين، وأن النظام والمتدخلين يريدون حماية الشعب من الأصولية. اليوم لديكم شعب لم يعد موجود أو طرد من البلد، وليس هناك غير الأصوليين، اختفى إلى حد كبير كتير من ليس أصوليا. هؤلاء لم تنتجهم الثورة ولم تنتجهم مطالبها ولم ينتجهم الربيع العربي، هؤلاء أنتجهم نظام القمع، أنتجهم دخول العالم على خط، وخاصة أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية على خط الأزمة السورية من أجل تصفية حساباتها الإقليمية بدماء السوريين. أنتجه كوننا جيران لإسرائيل، وإسرائيل تريد مشرق خالي من أي قوة متماسكة أو قوة متقدمة أو قوة متعلمة أو قوة منتجة، لأن ذلك هو السبيل الأمريكي إلى هيمنتها على المنطقة إلى قرون، ربما إلى عقود وعقود، الله يستر يكون إلى قرون أيضا. هذا اللي أنتجه أصولية وليس الربيع العربي وليس الثورة السورية وليس كل هذا الكلام الذي يقال الآن أنه يا لطيف خربت الدنيا الثورة اللي صارت من أجل الحرية واللي طالبت بالحرية. اليوم وأنا رح أختم، يوجد في سوريا داعش، وهناك جبهة النصرة، وهناك منظمات أخرى أريد أن أذكر أسماء لأنها كثيرة، وهناك هؤلاء المتدخلون الأجانب وعلى رأسهم كما تعلمون
قوة إقليمية قاتلت إسرائيل بنجاح اسمها حزب الله، على رأسهم حرس ثوري إيراني، لدينا 65,000 واحد من إيران وتابعين لإيران قاتلوا. ومع ذلك أنتم تسمعون أن الشعب السوري، أن الجيش الحر لا يزال يقاتل وأنه يسيطر على مناطق واسعة جدا، رغم أنه محروم من معظم ما لدى الآخرين. قال الأمريكيون لا نريد أن نعطي سلاح للجيش الحر حتى لا يسقط في إيد الأصوليين. الأصوليون أخذوا في العراق سلاح أمريكي ل65,000 جندي وهو يقاتل اليوم في سوريا. الله يستر ما يكون برضا الأمريكيين، أنا برأيي أنه برضا الأمريكيين. بكل الأحوال هناك في سوريا 3200 مجلس محلي منتخب، 3200 مجلس محلي منتخب. هناك في سوريا مئات آلاف الشباب الذين ينشطون بطريقة مدنية في الإغاثة، في الطبابة، في التنظيم، في العمل ضد داعش وغير داعش، في تحصين الناس فكريا وروحيا ضد الاختراقات الأصولية التي تهددهم. وهناك في سوريا من يقاتلون بدمائهم وهم يعون تماما اللعبة، يعون أن القضية بالنهاية تصفية حسابات، يعون أن النظام يراهن على أن يضع العالم أمام خيار، إما أنا أو الأصوليين. لذلك هو يقاتل من أجل إنتاج الأصولية وإنتاج الأصوليين، لأنها في حساباته ستلعب دورا في بقائه. ورغم وعيهم بأنه، وهي فكرة مهمة جدا وأنا أرجو أن نتوقف عندها، بأن ما يجري في سوريا ترتب فعليا على اللعبة أو الألعاب أو الرهانات الدولية ورهانات النظام والرهانات الإقليمية ضد تحول سوريا إلى بلد ديمقراطي. سوريا لا تريد إسرائيل لها أن تكون بلد ديمقراطي، وسوريا لا تريد بلدان عربية كثيرة في الخليج وغير الخليج لها أن تكون بلد ديمقراطي، لأن هذا الشعب الذي سيكون قد أسقط الديمقراطية، واحد من أفظع أنظمة الاستبداد بالتاريخ، بالتاريخ كليته، بعتقد أنه سيلعب دورا هائلا في التغيير الكبير لصالح الحرية والديمقراطية بالعالم العربي. أنا أعتقد أنه في حال فشل الديمقراطية في سوريا لن يكون هناك إلا استبدادان يتصارعان، استبداد سياسي واستبداد مذهبي ديني. إذن لا حل بغير الديمقراطية والحرية، وشكرا لكم. والآن تتفضل سعادة الأستاذة رشيدة بن مسعود النائبة الخامسة لرئيس مجلس النواب في المملكة المغربية وعضو حزب الاتحاد الاشتراكي. مساء الخير سيد الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، تحية خاصة لمملكة البحرين ضيف شرف هذا الموسم، الحضور الكريم. لا يسعني في البداية إلا أن أتقدم بتهنئتي لجامعة المعتمد بن عباد في شخص سيد الأمين العام أستاذ محمد بن عيسى على اختيارها لموضوع العرب غدا الواقع والمآل. فالجامعة والقيمون عليها عودونا على انتقاء أهم المواضيع وأكثرها راهنية وجاذبية ثقافيا وفكريا وسياسيا. فليظل موسم أصيل الثقافي الدولي والمشرفون عليه منظورين للعلا ثقافيا وفكريا وإبداعيا. في الواقع سؤال العرب غدا سؤال مهم راهين وإشكالي، ولكنه تتناسل عنه مجموعة من الأسئلة الحارقة، أسئلة تنصب على واقع الحال من أجل محاولة تشخيصه وتفكيك مفاصيله المتعددة، أسئلة تتعلق بالمستقبل، أسئلة قد تتمحور حول الممكن والمحتمل والمآل، باعتبار أن الزمن التاريخي هو سيرورة دينامية تقترن بالحاضر الذي يتضمن الماضي. ومن هنا أقول أن أسئلة استرجاعية، الأسئلة التي تنصب على الماضي
لها أهميتها ودلالتها. لماذا؟ لأن الماضي يظل يشتغل في الحاضر بأشكال متخلفة مختلفة عفوا ممكن تكون متخلفة أيضا. إذن أنا سأقوم بطريقة اختزالية وانتقائية اقتصادا للوقت لاستحضار مجموعة من المحطات والوقائع في هذا الزمن العربي، هذا الزمن الماضي، خاصة اللحظات المحكومة بمفارقات، مفارقة النهوض والإخفاق، مفارقة التنوير والنكوص، أو ما يسميه المفكر المغاربي محمد أركون بسوسيولوجية السقوط. هذه اللحظات يمكن اختزالها والكشف عن مضمراتها من خلال الإحراق، إحراق الكتب، كتب ابن رشد وكتب محمود محمد طه في السودان، أيضا تصفية الأشخاص منذ الحلاج إلى غير ذلك، من خلال المحاكمات، محاكمة علي عبد الرزاق، محاكمة طه حسين، وأيضا من خلال الفتاوى الارتدادية والتكفيرية التي تعرض لها نص حامد أبو زيد. إذن أنا أسئلة أساسية حارقة تتعلق بمعاناة المثقفين في لحظات معينة من تاريخ العرب، وهذه اللحظات لا بد من الكشف عن مضمراتها ومراجعتها مراجعة نقدية علما نتلمس بعض ملامح الأجوبة على ما يحدث الآن في العالم العربي، خاصة والملاحظة الأساسية والمركزية هو أن التقليد، وربما أقول التقليد الأسود، هو الذي يحتوي كل محاولات التنوير وكل محاولات النهضوية في العالم العربي. من فشل المشاريع الفردية للعديد من المثقفين إلى فشل المشاريع الجماعية والمشاريع الرسمية، بدءا من محاولة محمد علي باشا في مصر، مرورا بتجربة الحسن الأول في المغرب، وصولا أو مرورا بتجربة جمال عبد الناصر، وصولا إلى الربيع العربي، هذا الحراك العربي، هذه الثورات العربية بين قوسين التي فتحت لنا آمال عريضة على المستقبل آلت إلى خيبة، ولكن يبقى الأمل لأن الاستثناء فيها التجربة المغربية كما أكد عليه العديد من المتداخلين الذين سبقوني، وأيضا يجب أن نتوقف باهتمام عند التجربة التونسية، خاصة من خلال تصريحات بعض قيادات حركة النهضة التونسية الذين عالجوا مجموعة من القضايا كالشرعية الانتخابية والعددية والتوافق الوطني والمصلحة العليا للوطن إلى غير ذلك. سوف لن أطيل السيد الأمين العام، لابد أن العروض التي ستقدم ستكون قيمة مضافة لهذا الموسم، وهذا الموسم أعتبره موسم يضيء أصيلة كما أن أصيلة تستضاء بروادها وزائرها والمفكرين والمثقفين الذين يساهمون في إنجاح هذه التجربة. كي لا أطيب مزيدا من الحضور المتألق والباهي لموسم أصيلة ولجامعة المعتمد بن عباد، وشكرا على إنصاتكم. الكلمة الأخيرة للأستاذ طارق الطيف، وزير المفوض خارج رتبة من تونس، مدير الشؤون السياسية والإعلام والديوان لاتحاد المغرب العربي. حضرات المعالي السادة الوزراء، معالي السيد محمد بن عيسى رئيس مؤسسة منتدى أصيلة وزير الخارجية والتعاون المغربي الأسبق، الأخوة والأخوات الحضور الكريم،
في البداية اسمحوا لي بأن أتقدم للمشاركين الكرام في هذه الندوة والقائمين عليها تأسف معالي السيد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد الحبيب بن يحيى لعدم تمكنه من حضور فعاليات هذا الموسم دائع الصيت لتزامن تنظيمه مع التزامات سابقة له، مع تمنياته لكم بالنجاح في أعمالكم وأمله في أن تسهم هذه الدورة في الخروج بتوصيات تعود بالخير على الأمة العربية والإسلامية. كما أود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل نيابة عن السيد أمين العام للقائمين على منتدى أصيلة وعلى رأسهم السيد محمد بن عيسى وزير الخارجية الأسبق وصديق معالي السيد الأمين العام على اختياركم عنوان العرب غدا التوقعات والأمال ليكون موضوعا لهذه الندوة. كما لا يفوتني أن أشيد بالدور الرائد لمؤسسة منتدى أصيلة في مجال الاهتمام بالمشاكل التي تواجه العالم العربي سواء على المستوى السياسي أو الثقافي. كما أبارك لكم لهم النجاحات المتتالية التي حققوها على سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بحيث جعلوا من موسم أصيلة ومدينتها والمملكة المغربية وجهة لجميع المثقفين والمفكرين من العالم بأسره. كما أتقدم بالتهنئة لمملكة البحرين الشقيقة لاختيارها ضيف شرف لموسم أصيلة لهذا العام، وإني على يقين أن وجودها سيعطي قيمة مضافة لهذا الموسم. ويسعدني أن أتلو عليكم كلمة معالي السيد الأمين العام الموجهة إلى المشاركين في الندوة. أصحاب المعالي السيدات والسادة، لقد شهدت المنطقة العربية منعطفا سياسيا هاما بات يعرف بالربيع العربي، وهو مصطلح أطلق على الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية وأدت إلى سقوط بعض الأنظمة التي كانت قائمة قبل هذا الحراك. وهذا وقد بدأ الربيع العربي تحديدا بتاريخ 17 ديسمبر 2011 في مدينة سيد بوزيد جنوب تونس، عندما أقدم الشاب محمد بوعزيزي على إضرام النار في جسده تعبيرا عن غضبه من الوضع الاجتماعي الذي يعيشه. وإثر تلك الحادثة اجتاحت الاحتجاجات والمظاهرات العارمة مدينة سيد بوزيد، ثم انتقلت إلى شوارع تونس بأكملها رافعة مطالب التغيير والحرية، إلى أن أدت إلى هروب الرئيس السابق زين عبد الدين بن علي إلى المنفى بتاريخ 14 يناير بعد 23 عاما من الحكم. بعد أن يحثر في تونس بدأ الربيع العربي ينتقل إلى دولة عربية أخرى، دول عربية أخرى، حيث تمكن بشعاراته المدوية الشعب يريد إسقاط النظام وإرحل من تفجير ثلاث ثورات أخرى، هي ثورة 25 يناير في مصر التي نجحت في إنهاء 30 عاما من حكم حسني مبارك، وثورة 17 فبراير في ليبيا التي استطاعت بعد معارك دامية من القضاء على حكم معمر القذافي الذي استمر في حكم ليبيا لأكثر من 40 سنة، وثورة 13 فبراير في اليمن التي أدت إلى تنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعد جهد جهيد وعبر مبادرة دبلوماسية خليجية توافقية تكللت بانتخاب رئيس جديد اليمن. ثم امتد الحراك العربي إلى دول عربية أخرى، فاختلفت طريقة تعامل الأنظمة العربية مع هذه الحركات بين أنظمة استجابت لتطلعات شعوبها المطالبة بالتغيير والإصلاح كالمملكة المغربية والجزائر وموريتانيا، وأنظمة أخرى اختارت المواجهة والقمع طريقا لإنهاء هذا الحراك، فأدخلت نفسها في صراعات دموية لا زالت قائمة حتى اليوم كالحالة السورية. غير أنه وبعد 3 سنوات من بداية هذا الحراك فإن الكثير من الأسئلة بدأت تطرح، وخصوصا بعد تعثر عمليات الانتقال السلمي للسلطة مما أصبح يهدد الدولة ككيان. كما أن من بين هذه التحديات كذلك والأسئلة المطروحة ما يتصل بالصراع الأهلي الذي يجد تجلياته في صراعات قبلية وطائفية، والأخطر أنها أحيانا تكون باسم الدين كما في سوريا ومصر والعراق. ولتحديد واقع وأفاق الحراك العربي ومآلاته، فإني سأيت أن يكون ذلك من خلال تجربة المغرب العربي، وخصوصا أنه يعتبر مهد الشرارة التي أشعلت هذه الثورات، ولكونه يعطي المثال الحي لتجليات هذا الربيع سواء من خلال نجاحاته كما في حالة تونس،
وكذلك مسار الإصلاح الذي اعتمدته المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا استجابة لتطلعات شعوبها واستجابة لما جاء به الربيع العربي أو خلال مخاضه العسير والذي تشهد عليه الأوضاع في ليبيا. وحتى لا أطيل عليكم فسيتم توزيع الكلمة الكاملة لمعالي السيد الأمين العام على المشاركين، غير أني أكتفي في هذا الجزء بالقول أن الربيع العربي كانت له أثاره الإيجابية على دول المنطقة لا يمكن إنكارها، من أهمها تقوية التمشي الديمقراطي وتدعيم احترام الحريات بما فيها حرية الرأي والتعبير ودعم احترام حقوق الإنسان ومشاركة أكبر لشعوب المنطقة في الشأن العام من خلال ترسيخ الدور المحوري الذي تلعبه المجالس النيابية في الحياة السياسية، وكذلك من خلال تقوية دور المجتمع المدني وتأثيره المتزايد على القرار السياسي. غير أنه وفي المقابل كان للربيع العربي تداعياته السلبية أيضا على دول المنطقة، ومن أهمها حالة عدم الاستقرار التي أصبحت تشهدها بعضها وبروز التحدي الأمني العابر للحدود وما رافقه من تفشي لظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والتجارة المخدرات وغيرها، والتي تشكل تهديدا للأمن المغاربي محيطه الأفريقي المتوسط، والتي أصبحت إحدى السمات البارزة للمرحلة الجديدة. غير أن الأمل معقولا في أن تتوصل دول المنطقة بفضل تعميق التعاون فيما بينها ودعم التنسيق والتشاور إلى التغلب على هذه التحديات والخروج من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة أكثر قوة وأشد مناعة. وقد شرعت دول المنطقة بالفعل في تعزيز تعاونها الأمني من خلال إطلاق مسار المغاربي في مجال مواجهة التحديات الأمنية سنتعرض إليه في جزء ثاني. أصحاب المعالي السيدات والسادة، لقد احتفل اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير 2014 بذكر 25 من انبعاثه، ولكن ولئن بدت هذه الفترة طويلة في حياة الإنسان فهي لا تبدو كذلك في حياة الشعوب وفي حياة المؤسسات الإقليمية مثل الاتحاد المغاربي، باعتبار أن عملية الاندماج الإقليمي عملية طويلة تؤسس لمستقبل المنطقة بأكملها. ولقد سعى الاتحاد المغاربي إلى تدعيم البناء المغاربي مما أهله لأن يكون كتلة لها وزنها في العلاقات مع التجمعات الإقليمية والدولية، وأصبح محاورا جديا مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة 5+5، وأضحت بعض الدول العظمى والقوى الناشئة تسعى إلى إرساء حوارا معه على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الآسيوية، كما تدعمت بفضل الاتحاد سنة التشاور والتنسيق على المستوى المغاربي. وسأمر عن مباشرة إلى الفقرة حول التعاون الأمني، تاركا الفقرات حول التعاون في مجالات الأمن الغذائي والاقتصاد والمالية والبنية الأساسية والموارد البشرية في النسخة التي ستوزع على المشاركين. وقد شكل التعاون الأمني المغاربي محورا هاما ضمن العمل المغاربي المشترك، فمن أجل تعزيز الأمن المغاربي وفي سبيل تكثيف التنسيق لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، عقد مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي اجتماعا بالجزائر بتاريخ 9 من شهر يوليو 2012، خصص الإشكالية الأمنية وتناول التهديدات الأمنية في المنطقة وخصوصا في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة بما فيها الاتجار في المخدرات والبشر والهجرة غير الشرعية باعتبارها تشكل تهديدا للأمن المغاربي. وقد أكد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة مندمجة ووقائية بين كل دول الاتحاد ضمن استراتيجية شمولية تدمج البعد التنموي المقرون بالروح التضامنية، وذلك بالاستداد إلى الاتفاقيات المنظمة لعلاقات التعاون القانوني والقضائي القائمة في إطار اتحاد المغرب العربي، وكذلك العمل على تعزيز الهياكل والآليات القائمة المتخصصة بالتعاون الأمني والاعتماد عليها كإطار في بلورة استراتيجيات التعاون الأمني. ودعا المجلس إلى عقد 4 اجتماعات وزارية مغاربية تخصص لتدارس الإشكالية الأمنية، وقد انعقدت منها إلى حد الآن 3، هي اجتماع وزراء شؤون دينية
وانعقد بنواكشوط في سبتمبر 2012 واجتماع وزراء الداخلية وانعقد بالرباط في شهر أبريل 2013 واجتماع وزراء الشباب والرياضة وانعقد بتونس في شهر مايو 2013 وصدرت عن هذه الاجتماعات بيانات تضمنت قرارات وتوصيات هامة تشكل في مجملها الملامح الأولى للاستراتيجية المغاربية الموحدة في المجال الأمني. ويبقى الأمل معقودا على القمة المغاربية السادسة المزمع عقدها بتونس مبدئيا خلال شهر أكتوبر القادم طبقا لما أقره مجلس وزراء الخارجية في دورته الأخيرة بالرباط في مايو الماضي لأن تشكل انطلاقة جديدة للعمل المغاربي المشترك وتدفع بنسق الاندماج المغاربي بما يسمح لدول المنطقة بأن تواجه بنجاعة وفعالية أكبر مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم مجددا بالشكر الجزيل إلى معالي السيد محمد بن عيسى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة على هذه الدعوة وتمنياتي لجهود القائمين على هذه الندوة بأن تكلل بالنجاح. كما لا يفوتني أن أجدد التهنئة لمؤسسة منتدى أصيلة التي أصبحت من خلال موسم أصيلة الثقافي الدولي السنوي منارة مشرقة وفضاء مرموقا لتبادل الآراء وتعميق الحوار مغاربيا وعربيا ودوليا. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محضرات الإخوة، هناك تغيير جيد في البرنامج. الجلسة الأولى التي كان مقررا لها أن تنعقد بعد هذه الجلسة اقترح عدد من المشاركين أن نؤجلها إلى غد صباحا تبدأ في الساعة 10 صباحا لنا 4 جلسات. إذا التقينا في الساعة 10 ويجب أن نلتقي في 10 إلى حوالي الساعة 1:30 أو 2 نعقد جلستين صباحا وجلستين مساء ونبقيكم أحرارا في اليوم الموالي واليوم الذي بعده لتستنشقوا هواء الحرية والإبداع في مدينة أصيل. بعد الآن أنتم مدعوون إلى حفل شاي مع سكان أصيلة هنا من الشباب ومن الشابات وكذلك من غير الشباب، ثم بعد ذلك المشاركون رجاء جميعا سنركب الأوتوبيس سيكون في الباب لننزل إلى مقر مأدبة العشاء. يجب أن نركب في الساعة 8:15 في الساعة 9 اليوم وهي الذكرى 61 لثورة الملك والشعب، جلالة الملك محمد السادس يلقي خطابا على الشعب. كلنا تواقون كمغاربة أولا وأعتقد كغيرنا أن نعرف ما سيقوله جلالة الملك. في قصر الثقافة حيث العشاء من أراد أن منكم من المشاركين أن يشاهد الخطاب هناك شاشات لمشاهدة خطاب جلالة الملك. شكرا لكم وتفضلوا على الشاي. رجاء على الشمال من باب القاعة هناك معرض جميل لمنشورات إصدارات كويتية. أدعو معالي الوزير السيد مصطفى الخلفي ومعالي الوزيرة الأخت العزيزة سميرة رجب أن تصحباني لافتتاح هذا المعرض الكويتي المغربي. شكرا.